اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي فته. ولما نقول فته يعني ممكن تكون لحمه، ممكن تكون فراخ، ممكن تكون فته كفته. النهارده معايا فته الشاورما بالزبادي، حاجه لطيفه وجميله. برضو هتتعمل الشاورما على اصولها، ولكن عندي خليط الزبادي مع الطحينه بنسب معينه بيوديني في مكان تاني مع طبق الفته بالذات اللي هي اساس مكوناته العيش. معانا النهارده كمان البطاطا الحاره او البطاطا الكزبريه، هشوف نعملها مع بعض ازاي. ودي عدل طبق فته ونقزقز جنبيها شويه بطاطا حاره كده بالكزبره والتومه مع لايه فليفله حلوه تاكل صوابعك وراحه. ولكن الغريب النهارده المانجا بالجد عكس البطيخ. السنه دي طعمها سكر، والبطيخ بنسبه تقريبا 60% او 50%، ولكن انا حبيت المانجا النهارده اعمل كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. ازاي يا عم الشيف؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. الكيكه بالمانجا وهنغرقها في المانجا بعد كده، يعني من الاخر هيخش جواها مانجا قطع، والمانجا اللي هي اللطيفه، وبعدين تاخد عصير المانجا وهي سخنه وهي طالعه من الفرن. فعشان كده انا قلت كيكه بالمانجا غرقانه مانجا. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، لان ده حلقه لطيفه وجميله فيها فكر طهوي، وبرده باقل تكلفه ممكنه تقدري تعملي ايه الحاجه اللي انت حباها. هنروح فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل فتة الشاورما ازاي. شاورمة اللحمة او شاورمة الدجاج مش لازم نجيب سيخ ونكلف الموضوع، ببساطة احنا هنتبل اللحمة سواء فراخ سواء لحمة. لما نيجي نعمل الشاورما لها قواعد، لازم الزبادي، لازم المادة الحمضية اللي اللحمة والدجاج بيتخمر فيه، هي دي فكرة الشاورما. غير كده ما تبقاش شاورما، تبقى لحمة مشوية. تاني، تخمير اللحم او الدجاج في الماده الحمضيه اللي هو الزبادي مع عصير الليمون او ملح الليمون بنسب بسيطه، هي دي فكره عمل الشاورما. الف بقى شاورما، اضافه بقى التوابل بتاعتك والبهارات وتجودي عليها، دي سكه تانيه، بس هي دي رقم واحد في الشاورما. المقادير معانا شرايح من اللحمه، معانا بصل، معانا الثوم، معانا الزبادي، معانا عصير ليمون، معانا ملح ليمون، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل. عشان نعمل الفتة محتاجين تاني لزبادي مع طحينة مع عصير ليمون وتوم ونعناع وعيش محمص. العيش وارد يكون عيش شامي أو عيش بلدي حسب الرغبة وحسب الحالة الصحية. عايزين عيش فيه ألياف هتجيب العيش الأسمر ونحمصه ونقطعه. عايزين عيش عادي الشامي الأبيض بيتجاب ويتقطع ويتحمص حسب الرغبة. المقادير شفناها مع بعض، تعالوا نعملها سريعا واحنا واقفين كده، لها تركايه هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وايه لما انا اجي اكل شاورما واشم فيها ريحه البصل؟ ده بيحصل بجد يا شيف. تيجي تاكل شاورما تشمي ريحه البصل اللي هي مش لطيفه، طب اعمل ايه عشان اتخلص منها؟ تعملي زي ما الشيف المغازي هيعمل كده واحنا مع بعض. حلو، تعالوا نقطع البصلايه بتاعتنا الحلوه دي كده. قبل ما اقطع البصل خلوني اقول معلومه غير معلومه. بتحمري بصل مقرمشه للطبق الكشري او طبق كشك او مجدره ايا كان، بيبقى لها الشخصيه بتاعتها، لازم البصل يبقى سليم. طب انا احافظ عليه يبقى سليم ازاي؟ في طريقه تقطيع للبصل. بتقطعي بصل يبقى في قلب الشاورما، برضو بنحب يكون البصل قدامنا مقرمش ولطيف في قلب الشاورما. فطريقه التقطيع، لو انا قطعت البصلايه كده مخرجنا الجميل واساتذه المصورين، البصلايه دي مع التحمير هتتكسر اهو. اللي هو انا بقطعها عكس الانسجه بتاعتها، دي غلط، دي تحطها في طبق السلطه مفيش مشكله. طب انا عايز البصله تبقى سليمه، اقطعها كده في اتجاه الانسجه بتاعتها بالشكل ده كده. تحمريها تقرمشيها هي زي ما هي بتقول انا بصله. حلو الكلام. يعني تقطع البصله نصين وتاخديها بالعرض مش بالطول. بعد ما نقطع البصل كده بنتبله، عكس بقى لما بنعمل شاورما على السيخ، الموضوع هنا مختلف. والشاورما البيتي او المنزلي
لا يعلى عليها بصراحة. على الأقل بتضمني تركيبة التوابل اللي أنت حطاها، تفاصيل كتيرة يعني، نظافة كل حاجة. أهو أدي البصل بتاعنا، بنحط على البصل ده يا عم الشيف شوية البهارات وشوية، هما دول القصة، هما دول الحكاية. نحط التوابل بتاعتنا على البصلة. أنا مش عايز أشم ريحة البصل وأنا باكل شاورما، الشاورما اللي في البيت بالذات، عكس الشاورما اللي بتاكليها من على سيخ أو في المطعم. هو بينزل لك اللحمة من على السيخ ويكون اللحم منقوع في البصل، فبياخد اللحم ده ويشكه على السيخ، إنما تتعملي شاورما في البيت الموضوع مختلف. بنحط البابريكا، كمون، شوية كركم صغيرين، ده على البصلة. لا مخرج بيقول لي هنحط دقيق، طبعا هو واخد على فكرة إن احنا نحط دقيق لما نيجي نحمرها تبقى مقرمشة، الموضوع هنا مختلف يا مخرجنا. شوية زعتر، شوية قرفة ناعمين لأن اللحم اللي معايا ضاني وعايز الزفارة بتاعت الضاني ما تبانش في اللحم. حلو الكلام. فلفل أسود شوية زيادة، ونمسك البصلية دي يا عم الشيف نخدم عليها كويس بإيدينا، وادي الملح بتاعنا، ونقلب دول كده. ومعانا طاسة شديدة الحرارة، لازم تكون الطاسة سخنة. شفت البصلية دي كده؟ آه. خدت لون، خدت شكل. عكس ما انك انت تقطعي اللحمة وتحطها عليها دلوقتي وتيجي تسويها، هتلاقي البصلية دي في قلب اللحمة لها ريحة ما خدتش الصدمة النارية. هنزل بالبصلية دي على النار. حلو الكلام. واسيبها تتحمر. وفي نفس الطاسة اللي انا بتبل فيها او البايركس اللي انا بتبل فيه هقطع اللحم، ونتبله بقى بالايه؟ بالزبادي والحبهان والحاجات اللي احنا عارفينها بتاعت الشاورما، واحدة واحدة مع بعض. سيبها تعيش مع نفسها. ده البصلية بتاعت الشاورما. دي طريقة الشاورما مع المغازل. حلو الكلام. هناخد اللحم بتاعنا شرايح، ممكن يكون لحم كندوز، ممكن يكون لحم ضاني حسب الرغبة. لو عايزة تعملها بالفراخ نفس المدرسة، بس بتشيل ايدك من القرفة شوية لأن الفراخ ما تحبش القرفة، اللحم بس هو اللي يحب القرفة في التتبيلة. ده الفرق بين شاورمة اللحمة وشاورمة الفراخ. ناخد اللحم بتاعنا الحلو ده كده، الشرايح اللطيفة دي كده، أو توصي الجزار يقطعها لك مفيش مشكلة. وتجيبي حتة لحمة ملبسة. الله، تعالوا نقطعها مع بعض بسكينة حامية، ولازم سكينتك يا أختي تكون حامية عشان اللحم ما يتهرش منك. بنحط الحبهان ده كده مع البصلية. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. سكين ده تقطع بالشكل ده. التقطيعه دي تقطيعة البصلية دي اللحمة دي بالشكل ده كده. بصلية جاية في عينيا. دي الشاورما. خلي بالك اللحم ما يتغسلش بعد ما تقطعيه شرايح، او انت جايبه اللحمه من عند الجزار بالطريقه دي يفضل انك انت ما تغسلهاش، اوعي تغسليها بميه، عشان كده بقول لك تجيبي من عند الجزار معرفه. وسطيه قطعها لك مفيش مشكله، تروحي على البيت على طول تحمريها زي ما انا هشتغل دلوقتي كده. او بسكينتك الحاميه. المفروض علميا يعني طهويا الشاورما تقعد في التلاجة متبلة مش اقل من 6 ساعات. حلو الكلام. بناخد اللحم ده كده، زي ما هو كده، ونشيل البلانشة دي من هنا، ونبدا نتبله بقى بالزبادي والبهارات بتاعتنا اللطيفه اللي هي تقول انا شاورما. شفت البصلايه واخده سكه لوحدها. توم،
زبادي فلفل حلوة عصير ليمون حلو دي الشاورما واحنا شغالين مع بعض واحدة واحدة بنحط البهارات بتاعتنا والبصلايه بتتحمر بابريكا كركم حبهان مفروم ناعم شويه قرنفل حلوين قرفه ناعمه كل التوابل دي على الشاورما. يبقى احنا النهارده اتعلمنا حاجه ازاي نعمل شاورما اللحم في البيت. اه دول اساسي القرفه الناعمه والحبهان والقرنفل. قرفه ناعمه وحبهان وقرنفل. اخواننا الشوام بيحطوا كوبيبه صيني اللي بيسموها بهار حلو. ده المسمى بتاعها عند العطار كوبيبه صيني. في الخليج وفي الدول العربيه وفي بلاد الشام يسموها بهار حلو. هنقلب كده اللحم بتاعنا اهو. شفت الحلاوه؟ ده لوحده. فيها الثوم، فيها الزبادي. وبصراحه انا مش عايز احط ملح الليمون. واستخدامنا لملح الليمون بكثره في المطبخ من الحاجات اللي بعد كده لها اضرار جسيمه ما نقدرش نعالجها بعد كده، اللي هو ارتجاع المريء وسوء الهضم ومشاكل في الهضم ومشاكل في القولون واحنا لسه في ريعان شبابنا. اهو اللحم اتبل زي الفل. ده المفروض يقعد في الثلاجه مش اقل من 6 ساعات. ده اللحم. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ نقلب البصلايه اللي بتتحمر دي. لا الكيكه انساها خالص، انا ظابط الفرن وظابط الطين بتاعنا وهتطلع من الفرن تتغرق في المانجا تاني. حلو؟ اخبار البصلايه ايه؟ نبص عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اه الله خدت لون وخدت طعم، شفت الشقاوه؟ هو ده. شوف المغازه هيعمل ايه بقى؟ انا عارف دلوقتي الفلاسفه يقول لك ايه؟ ده كلام الراجل ده ما حطش عصير مية البصل في الشاورما، ده كلام شاورما من غير بصل بقى هتبقى زفرة، ده كلام. ما تصبر على رزقك يا غالي. شوف الشيف هيعمل ايه، شوف الشيف هيعمل ايه. هو ده هو ده. هنا لما الخبرة الطهوية بتتكلم يبقى سمع هس. البهريز البيون الجوسي بتاع تحمير البصلة مع الزيت مع مية البصل اللي نزلت مع ده كله بينزل على اللحم يستقبله قبل ما يروح النار وربنا يكفينا شر النار. ونرجع البصلية تاني للنار. ونقلب. الله ايه الحلاوة دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده، تتاكل نية زي ما هي كده والله. ما انا ما حطيتش زيت في الاول خالص لو ملاحظين، لان انا راسم الموضوع في راسي، عشان كده بقولك تخيلي الاكلة وانت بتشتري مقاديرها من عند الراجل البقال او من عند الراجل الفكهاني، تخيليها كده. انا لما باجي اعمل اكلة جديدة أو طبق أعمله بتخيله، بعيش اللحظة من لحظة ما بشتري الحاجة من عند الفكهاني كده. الشاورما متبلة وجاهزة وزي الفل، هخليها كده تمام قدام عينيا كده إيه أتغزل فيها. وعند البصلاية بتاخد لون. ركزي معايا، ده التركية بتاعت عمل الشاورما على طريقة المغازي. أول حاجة البصلاية اشتغلنا عليها وحمرناها بالشكل ده كده، ده الشغل البيتي. مفيش مطعم فيك يا عالم هيعمل لك الشاورما كده في المطعم خالص. هو بيتبل شرايح اللحم في عصير بصل على زبادي على توم وتشكيله من البهارات الجميله بتيجي جاهزه ويحطها ويخمرها لمده ليله كامله، وبعد كده يجيب السيخ ويبدا يشك سيخ كده طالع شكل هرمي. دي القواعد اللي احنا عارفينها اللي عينينا اتفتحت عليها. اما انك تعملي شاورما في البيت لها طريقه، لان هنا طريقه التسويه وطريقه النار مختلفه. تانية بتستويها على هبوء النار سواء فحم سواء غاز، انما دي بتستويها على عين البوتاجاز والفرن. البصلايه كده اتحمرت واحده واحده اهو. حلو الكلام. البصلايه لازم تاخد لون كده اهو. حلو اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ركزي معايا بقى. البصلايه دي بعد ما خدت اللون وخدت الطعم الحلو ده كده بسقطها على اللحمه. الله عليك يا عم الشيف، كده مفيش داعي بقى انك انت ايه تتبلي الشاورما من بالليل خالص، لا احنا معانا شيف شاطر. واسيب الطاسه تسخن على النار. واخد البصلايه دي كده اقلبها مع اللحم. انا هعمل طبق فته النهارده حكايه يتدرس.
والبصلايه هنا يا عم الشيف نزلت على اللحمه مستويه. ايه المدرسه دي؟ دي المدرسه المغازيه. حلو، بسيبها وابدا احمر الشاورما دي بقى، لان اللحمه خلاص البصلايه مستويه ما فيهاش الريحه اللي مش لطيفه، واللحمه عندي جاهز متقطع شرايح مش هياخد وقت كبير على النار، والطاسه بتسخن معايا. ابدا احمر شويه شويه، ممكن تخليها في الثلاجه، جوزك جاء عايز مستعجل على الغدا هتحمره له شويه، ولاد الجمعه هتحمره له شويه، يبقى كده ضمننا الشاورما بتتعمل طازه وفريش وبتطلع سخن. انا هخلي الطاسه دي تسخن معايا شويه، الشباب لو حابين يطلعوا فاصل انا مش مستعجل، حابين نكمل قولوا لي انا معاكم. نطلع فاصل خير ما صنعت، خلونا مع بعض نطلع فاصل صغير ونرجع اسرار عمل فتت الشاورما على الطريقه المغازيه، وهنرجع مع بطاطا حاره كزبريه هي عدل الطبق ده، ومتنسوش في كيكه في الفرن غير انا مانجا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل في انتظار ان الطاسه تسخن جامد، لان احنا هننزل بشاورما لها تكنيك في طريقه التتبيله والتسويه، وهنشتغل في البطاطا الكزبريه. ولكن ننوه عشان الناس حبايبي اللي بيحبوني واللي جايين متاخرين، البرنامج بتاعنا بيبدا الساعه 1 في الاخر. هو الشيف بيعمل ايه؟ بتظلموني دايما. عملت كيكه بالمانجا غير انا مانجا في الفرن، غطيتها طبعا علشان هي استوت، فانا سايبها في الفرن كده تتظبط علشان هتطلع نستقبلها بالمانجا. وعملنا شاورما بالتكنيك العالي من الخبره، والبصلايه دخلت على اللحمه، واللحمه هنا جاهزه زي الفل، هتاخد التحميره بتاعتنا في قلب الطاسه اللي هي بتسخن على عين البوتاجاز. حلو الكلام؟ معلقتين زيت في طاسه شديده الحراره. وابدا احمر شاورما وانا واقف. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اهل الشاورما. الله، بالطلب يا فندم. عايز سندوتش ولا اتنين؟ عايز بطاطا معاه ولا مش عايز؟ عايز خيار مخلل معاه ولا مش عايز؟ توميه كتيره ولا مش عايز؟ ما نحطش اكتر من كده، ونسيبهم على النار واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. حلو، العيش بتاع الفته، الزبادي بالطحينه بتاع الفته، ده الزبادي، بننزل عليه بشويه ثوم. ما الفته دي مش فتت كوارع ولا فتت لحمه راس، دي فتت الشاورما بالزبادي. ده ثوم طازه عليه طحينه، حلو الكلام، عليه شوية زيت زيتون. شوف واقفة في المطبخ رايقة ازاي، اهو كل حاجة في النار واحنا شغالين. ده زيت زيتون، شوية ملح، شوية نعناع يابس، يابس يعني ناشف، العجة، عجة معجوجة ببعضيها، بيض، بقدونس، خضرة، كله بيتقلب مع بعضه عشان العجه يبقى لها شخصيه وتقدر تقول انا عجه، وتحط معلقه دقيق في قلب الخليط ده وتسقطهم في قلب الطاسه المذابه بالزيت والزبده. احنا حطينا هنا الزبادي مع توم مع زيت زيتون مع طحينه مع ملح مع شويه بابريكا، وشويه الزعتر مهمين جدا علشان ريحه التوم في قلب الايه؟ في قلب الفته. حلو الكلام؟ هنقلب الخليط ده كله مع بعض. الله، هي لوحدها كده سلطة. عايزة شوية عصير ليمون، طحينة تحب الليمون، والليمون يحب الطحينة. ليمون، ليمون، لا إله إلا الله. حلو الكلام؟ بنقلب دول مع بعض. ونخليهم على جنب. اخبار الشاورما ايه؟ الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شوفوا بقى الشاورما، العيش ده عايز بهريز، هنجيب البهريز منين؟ هنجيب الشوربه منين؟ شوف الشيف هيعمل ايه بقى؟ هي دي المدرسه بقى.
الشاورما هنا خدت الصدمه. بعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا هنا حله. الحله دي فيها شويه صوص طماطم. ركز معايا الله يرضى عليك. هي دي التركايه. بص بص على الحلاوه. البيون ده ينزل كده على صوص الطماطم. لان ده ينزل على العيش. وارجعها تاني للنار. تقوم تتحمر بسرعه ويبقى البهريز انا خدته اللي هشرب بيه العيش. شوفوا بس لما بعمل حاجه بالمزاج. حابين نوزعها في اطباق، كل واحد من العائله ياخد الطبق بتاعه. حابين نغرفها في الطبق العائلي وكلنا نتجمع عليه. بألف هنا وشفا. النظافه في ايدك يا عم الشيف اول باول. اخبار الشاورما ايه؟ جاهزه اهي. الله. ناخد البهريز الحلو بتاعنا ده كده. يلا معايا؟ يلا العب. هو ده. في طعم الشاورما، في طعم الشاورما. جه منين طعم الشاورما؟ اللي ما خدش باله. الشاورما اتحمرت. خدنا البهريز بتاعها، خدنا البيون بتاعها، سقطناه على ايه؟ على صوص الطماطم. حلو قوي. الشاورما. بناخد الخليط الحلو ده كده. وننزل بالشاورما بتاعتنا الحلوه دي كده. الله عليك يا عم الشيف. لازم رز يعني. ما نعرفش نعمل شاورما من غير فته من غير رز. طبق فته، صوره حلوه فيها خبره طهويه، خبره السنين، لوحه فنيه. نشيل كل ده. نبدا نوزع عليها صلصه الزبادي. غرقانه. الف هنا وشفا. دي الفته بتاعتي جاهزه. حلو الكلام. عندي شويه خضره كده لطاف يتحطوا على الوش، او ورقتين نعناع حلوين. ودايما طالما الفته احنا كلنا عارفين فيها توم كتير، سواء في التتبيله سواء في الخلطه، بندعمها بالنعناع الاخضر عشان ريحه التوم. نغرف البطاطا الحاره. نعمين يا فندم. خلصنا؟ زي الفل تمام. فن ابداع بمقادير بسيطه وسهله، ولكن حبك للمطبخ، حبك لاسرتك، حبك لعائلتك، لان مفاتيح السعاده جوه على باب التلاجه وعلى رف التلاجه، في جيبك تقدري تخلقي السعاده وتوجد السعاده باكله حلوه، بكيكه بالمانجا، غرقانه مانجا. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.